هل يجوز أن أصوم بدون أكل وشرب سواء كان صيامه صيام تطوع أو فرض؟ جزاكم الله خيرا. الأكل والشرب يقوي على الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في السحور وأكلة السحور، سماه الغداء المبارك، لأنه وقال تسحروا فإن في السحور بركة، وذلك لأنه يقصد به الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ترك السحور أو ترك الإفطار وترك الأكل في الصيام، لأن هذا يضعف البدن، وفي الأكل والشرب تقوية. الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فالأكل والشرب لمن يريد الصيام في السحور وفي العشاء وفي الفطور هذا أمر مستحب، لأنه يعين على طاعة الله. وأما ترك الأكل والشرب مع وجودهما وتقبل النفس لهما فهذا غير مرغب فيه. أما إذا كان يترك الأكل والشرب من أجل المرض فهذا معذور، مع أن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض بأن يفطر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.